السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك. الفيديو ده انا عايزك تركز معايا جدا جدا جدا. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه في الفيديو ده قلنا في كذا فيديو قبل كده واتكلمنا عنه، واحنا عارفين ان معظم المواقع كده، لكن الموقع ده انه يعمل حركه زي دي فعلا حركه وحشه قوي. الموقع زي كده موقع يعتبر من اكبر مواقع في العالم العربي والعالم كله في اختصار روابط، يعتبر من افضل مواقع في الدنيا كلها في السي بي ام. موقع ممتاز وكل حاجات فيه كانت كويسه جدا، السي بي ام بتاعه كان ممتاز جدا، والريفرال بتاعه الحاجه الخرافيه اللي كانت فيه كان الريفرال بتاعه 35% دلوقتي يرجع ل 20%. والفيديو اللي انا كنت عملته عنه قبل كده هو ده اللي مضايقني اصلا، ان انا عملت فيديو عنه قبل كده ما لا تعرفه عن كاتس يو ار ال. الناس اللي متابعه القناه يعني وعارف الفيديو ده كنت اتكلمت فيه عن كل حاجه في الموقع ده بالتفصيل، من اول السي بي ام لحد الريفرال اللي كان 35%. 35% لو انت متخيل الرقم، يعني بصراحه حاجه ممتازه جدا. وقبليها كان 25%، اما دلوقتي هنشوف مع بعض الموضوع ده. فقبل ما تشوف الفيديو ده ممكن ترجع تشوف الفيديو ده، هتلاقيني سايبه لك اسفل الفيديو او في الاي اللي فوق. اتفرج على الفيديو ده وشوف، شوف الكلام اللي انا قلته هنا وقارنه باللي انا هقوله النهارده وشوف الفرق. شوف ازاي بيتم النصب علينا من مواقع اختصار رابط مهما كانت المواقع دي، ومهما كانت اتروج لها قد ايه، ومهما كانت اللي حصل للمواقع وبقت افضل مواقع في الدنيا كلها في اختصار رابط. لو ناخد بالنا كده ترتيبه على العالم 4000 وشويه، 4700 وحاجه، يعني تخيلوا الرقم يا جماعه، رقم خرافي، ترتيب خرافي للموقع. وموقع كاتسيور ال ينزل سي بي ام لحد ارقام ضعيفه جدا، وينزل كمان الريفرال لحد اقل من ما كان 25%، بعد كده يعلي ل 35، بعد كده يرجع ل 20%. فعلا غريبه جدا، غريبه بجد. موقع زي ده انه يعمل حركه زي دي صراحه حاجه يعني اكبر غلطه ممكن يعملها في حياته، تمام، انه ينصب على الناس بالشكل ده، تمام. للاسف انا هسميها نصب. طيب نرجع كده على طول يا جماعه، دلوقتي طبعا هنرجع كده ونشوف الموقع نفسه من هنا ونشوف البي اوت ريتس بقى كام. البي اوت ريتس تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين البي اوت ريتس للدول العربيه مازال جيد، لكن زي ما انتم شايف الامارات كانت 8 دولار بقت 6 دولار، السعوديه 4 دولار و10 سنت، كل الدول 2 دولار و8 سنت او 80 سنت، 2 دولار و80 سنت. منهم ايه بقى كل الدول؟ منهم مصر، تمام، مصر زي ما انتم شايفين يا جماعه مفيش مصر، منهم المغرب، تمام، مفيش المغرب، خدتوا بالكم النصب فين؟ مصر والمغرب، منهم الجزائر، تمام، زي ما انتم شايفين مفيش الجيريا، مفيش الجزائر، ومنهم تونس زي ما انتم شايفين برضو مفيش تونس. عرفتوا فين النصب يا شباب؟ جايب لك بس بعض البلاد العربيه، تمام، اللي مزود لك في السي بي ام اللي هو اصلا قليل جدا الزوار منهم، قليل جدا. انا قليل جدا لما بيجي لي زائر من السعوديه، قليل جدا لما بيجي لي زائر من عمان، قليل جدا لما بيجي لي زائر من البحرين يكاد يكون نادر. العراق برضو قليله جدا عندي، مع ان العراقيين كتير على اليوتيوب، ولكن انا عندي في القناه بتاعتي قليلين جدا، وبرضو في معظم المحتوى التقني مصريين، مغاربه، تونسيين، جزائريين، هم دول بس اللي في المحتوى التقني، تمام. اما السعوديه، عمان، البحرين، العراق، الامارات، قطر، كل الحاجات دي كلها مش موجوده في العالم العربي او قليلين جدا في العالم العربي في التقنيه، تمام. طيب يا شباب شفتوا بقى يا جماعه النصب فين؟ يعني دلوقتي مصر في الموقع ده بتتعامل ب 2.80 سنت، رقم بسيط جدا 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 مقارنه بان مصر كانت 5 دولار. لو تفتكروا يا جماعه مصر كانت 5 دولار في الموقع ده، لو تفتكروا مصر كانت 5 دولار والمغرب كانت 4 دولار والجزائر كانت 4 دولار، كانت السي بي ام عالي جدا. كنا كمان وعدوا الناس كمان ان هم يعلوا السي بي ام، واضح ان هم علوا السي بي ام جدا لحد ما بقى السي بي ام 2.80 دولار. يعني الصراحه حركه وحشه جدا من الموقع ده. نرجع لحاجه ثانيه مهمه جدا، وكانت الحاجه اللي مصبراني على الموقع ده ومخليني اشتغل فيه هي الريفرال. ما تزعلوش مني يا شباب، اي حد في اي حاجه في الدنيا او اي يوتيوبر بيهمه موضوع الريفرال، مش انا بس، الدنيا كلها بتهمها موضوع ان يكون عندك ريفرالز تقدر تكسب منهم فلوس. حتى لو انت ما بتشتغلش، لو مشتغلش في موقع معين ممكن تكسب من الريفرالز دول فلوس. فنرجع هنا مثلا كان الريفرال 25، بعد كده بقى 35، نرجع بقى دلوقتي نشوف الريفرال بقى كام. صدمني والله شباب، صدمني، كنت بشوف امبارح صدمني 20% الريفرال. هتقول لي طب ما 20% كويس، بس لما كان 25 بعد كده 35 ينزل لاقل مما كان، حركه وحشه جدا، حركه وحشه جدا. انا بس من الاثنين دول كسبت هنا تقريبا 5 دولار او 4 دولار. يعني ارقام جميله جدا من الريفرز، لكن طبعا النت ما عادش بيشتغل. ما علينا يعني الموضوع ده، انا بتكلم دلوقتي على اللي عاد بيحصل. طبعا زي ما انتم شايفين السي بي ام 2 دولار و90 سنت، يعني السي بي ام بقى قليل جدا 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 في الموقع ده. انا بس كل اللي انا طالبه منكم في الفيديو ده تتفرج على الفيديو ده وتشوف الفيديو ده فيه ايه، تمام، وترجع بقى تتفرج على الفيديو ده.
وتشوف انا بقول هنا ايه وهناك انا قلت ايه. هناك شوف انا كنت طالع في السماء ازاي بالموقع، ودلوقتي نزلنا لسابع ارض بالموقع، لان فعلا الموقع اصبح ضعيف جدا، سي بي ام ضعيف، ريفرال ضعيف، كل حاجه فيه بقت ضعيفه. انصحكم تشتغلوا بموقع لسباق استاذ فيديو زي موقع لينكاوي، موقع جيت سي ار ال، موقع ممتازين جدا. لو شفت السي بي ام بتاع كل واحد فيهم $4 وانت طالع، $4 وانت طالع، وانا ما بهزرش الموضوع ده، $4 وانت طالع، وساعات بيوصل $5 في جيت سي ار ال في لينكاوي، الدفع عن طريق كل الحاجه اللي انت محتاجها، في فودافون كاش، في بيتكوين، في باي بال. مش واخد فلوس عشان اقول الكلام ده، ومش واخد فلوس برضو عشان اقول كلام وحش او كلام حلو على الموقع ده، وما كنتش واخد فلوس لما قلت كلام حلو، ولما قلت كلام حلو في الفيديو ده. فاحنا شباب احنا ما بناخدش فلوس من حد عشان نقول الكلام ده، ولا قصدين ان احنا ندمر الموقع، ولا قصدين اي حاجه. انا بس بتكلم عن بنقد الموقع باحترام وبادب وكل حاجه، ان الموضوع ده غلط كبير جدا من الموقع ده. انصح الموقع انه يبدا يراجع نفسه مره تانية، ويبدا يراجع في الحاجات دي. ما اعرفش الموقع صراحه صاحبه عربي ولا اجنبي، ما اعرفش اي حاجه، ولكن انا لما اتكلمت عن بعض المواقع بيجي المدير بتاعه بيتكلم معايا بكل احترام بكل حاجه، وبنتكلم وبنقول الحاجات الوحشه في الموقع والحاجات الحلوه، وبنبدا نصلح. حصل قبل كده في كذا موقع، واتكلمنا مع الناس عادي جدا، وخلصنا كل المشاكل اللي موجوده، وبنتكلم عادي جدا. فاي مشكله يا جماعه في الحالات دي المفروض ان انتوا تبداوا تصلحوا، المفروض الناس تعمل، مش هنقول ثوره، او مش هنقول نعمل طلع على الصفحه بتاعه الفيسبوك مثلا بنتكلم، لا مش نعمل كده. المفروض تاخد طلب حقك، طلب حقك انك تاخد خدمه، طالما انت شغال في حاجه ومكمل فيها تاخد خدمه منهم حلوه. تمام، حصلت في موقع جيت سي ار ال، عملنا طلع على جيت سي ار ال، مش طلع بقى فيسبوك كده، لا اتكلمنا عنهم في فيديو، واتكلمنا عنهم في كذا حاجه، ونقدناهم بشكل محترم، وظبط الوقت السي بي ام بتاعه بقى افضل، او من افضل المواقع في السي بي ام في العالم العربي. تمام، نتمنى الموقع موقع كبير قوي زي جيت سي ار ال وصل لمرتبه مش هنقول عاليه، ده وصل للقمه، عدى المحترف، وعدى ايجلي 5 اللي هي بتاعت حوحو، وعدى مواقع كتيره جدا في الترتيب 300 على مصر، ده حاجه ممتازه جدا، وال 4700 حاجه و30 58 تقريبا في العالم. فيعني ارقام رهيبه وارقام جميله جدا على موقع فعلا، حاجه زي كده الصراحه وحشه جدا على موقع زي ده. اتمنى بس يا جماعه ان اي حد من اصحاب الموقع او اي حد عربي شغال في الموقع، اعتقد ان في عرب شغالين في الموقع، فاتمنى انه يبدا يحاول انه يصلح من الموقع شويه. تمام، طلعنا بيك مره في السماء، ودلوقتي نازلين بيك في الارض. ركزوا يا جماعه في النقط دي، ما تنسيبش عليكم، ما حدش يضحك عليكم. مش معنى انك شغال في موقع زي ده بقالك سنه بقالك سنتين حاجه زي كده، لا ابدا حقك لازم تاخده. فود شغال في موقع لازم يكون السي بي ام عالي، في لينكاوي السي بي ام $5، في جيت سي ار ال السي بي ام $4، اللي يريحك فيهم اشتغل فيه. لينكاوي الدفع يومي، جيت سي ار ال الدفع مش يومي، وبرده دي حاجه كبيره قوي بنقودها في موقع جيت سي ار ال، حاجه منرفزاني جدا من الموقع ده، وغالبا ده اللي هتخليني اسيب الموقع. تمام، ممكن نتكلم عنها ان شاء الله في فيديو بعد كده. اتمنى بس يا شباب ان انا ما كنتش ضيعت وقتكم في اي حاجه، معلش خدت من وقتكم 5 دقايق بالظبط او اكتر، معلش شباب، بسبب بس حاجه لازم كنت اتكلم فيها بدل ما اقعد ايه اتكلم مع نفسي، فلازم يعني افتح الموضوع ده مع اصدقائي في قناه مستر بونتيك. ولو اول مره تشوف حلقات مستر بونتيك اتفضل اشترك في القناه، لان القناه دي ان شاء الله تبقى حلوه جدا، وان شاء الله انت هتستفيد منها بشكل كبير باذن الله. قربنا نوصل 4000 مشترك، وان شاء الله في مفاجاه كبيره اول ما نوصل ل 4000 مشترك. كان معكم مصطفى قناه مستر بونتيك، شوف الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Take a body's high.